بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب يكون الجميع بخير ان شاء الله. يعني مبسوط ان انا نشوفكم تاني بإذن الله، نتقابل على الجروب تاني عشان نبدأ نرجع تاني ان شاء الله لللايف فيديوز بتاعتنا. زي ما قلنا كده في البوست بتاع امبارح، ان احنا هنبدأ النهاردة كده نتكلم على مجموعة جديدة كده من الفيديوهات، او يعني شكل جديد شويه من شرح اللي هو الثيرابي، او الكلام بالتفصيل عن ثيرابيوتيك دراج معين، يعني اسم دراج معين هنبدا ان احنا نتكلم ان شاء الله النهارده نتكلم عن السلسله دي اللي هو دراج سيستميك دراج في الغالب. هنبدا نتكلم عنه بالتفصيل شويه، ان ديتيلز شويه، يعني ربنا ان شاء الله ييسر تبقى الموضوع كويس، لان طبعا الكلام عن دراج، كلام الفارما ده بيبقى تقيل ورخم شويه، لكن هنحاول كده ناخده بطريقه كلينيكال اكتر، نحاول ان احنا نطبقه بطريقه يعني كلينيكال شويه، بحيث يبقى سهل ان احنا نستوعبه ونبقى عارفين كل الديتيلز اون ساينتفك بيس. ان انا اي حاجه بتكلم عليها ابدا اقرا عنها الاول في تكست، في ريفيو ارتكل عن الدراج نفسه، بحيث يبقى المعلومات اللي موجوده تبقى معلومات ساينتفك وموثوق منها. تمام؟ طبعا يا ريت لو في اي استفسار، اي تصحيح لاي معلومه، اي اختلاف في حاجه يا ريت، لان احنا في الاخر عايزين نوصل للفايده، اكبر فايده تعم للجميع. مش معنى ان انا بقول محاضره يبقى انا احسن واحد، يعني لا، بالعكس خالص، انا زيكم وبستفيد جدا من تحضير المحاضره وبتعلم بالظبط زي. تمام؟ فان شاء الله رب العالمين نبدا النهارده بتاع اللي هو الدراج اللي احنا كتبنا عنه البوست امبارح. ومعظمكم يعني عارف الدراج، او كويس ان في خلفيه عن هذا الدراج والناس عارفاه، لان هو بصراحه دراج منسي شويه، الناس بتخاف منه شويه. بتكلم حتى عننا هنا في طنطا، في المحله، في المنصوره، في الاقاليم شويه، يمكن خرج كده دراج مختلف. كان في بره، طبعا بره مصر لا، الموضوع مختلف تماما. دراج انا نفسي كنت بخاف منه جدا لغايه قريب، ومش في المايند معايا، لا يعني ده مش بحطه اصلا في الحسبان خالص. فعايزين النهارده كده نبدا نتكلم عليه، بحيث نشيل الرهبه بتاعت الدراج ده، ونعرف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، وهل هو فعلا دراج افكتيف، هل هو دراج له فعلا انديكيشن، وهل فعلا له وقت استخدمه، وامتى استخدمه، وطريقه، وكل حاجه نحاول ان شاء الله نعرفها. وهبقى باذن الله انزل على البوست اللي نزلته عن كنت بسال عن الدراج ده شويه كده صور لبعض حاجات برضو ليها علاقه بالايه؟ بالموضوع، يعني شكل الدراج، الاسم التجاري بتاعه، دراج انتر اكشن، الكلام ده كله اللي مش هنعرف نقوله هنا كلايف، هننزله صور بحيث يبقى الموضوع متكامل على بعض. بصوا، احنا لما نيجي نشرح بقى السلسله بتاعتنا دي باذن الله، هنحاول نمسكها بالظبط زي ما يكون عيان جاي وانا العين قدامي وهبدا اكتب. فهنبدا ستيب باي ستيب كده نمشي معاها عشان ما ننساهاش. يعني انا لو قعدت اقول دراج دون ايه الميكانيزم اوف اكشن، وايه الانديكيشن، وايه الكونترول انديكيشن، وايه مش عارف ايه، خلاص 5 دقائق كله هيقفل الفيديو وهقعد اقول لنفسي. فاحنا هنحاول نخليها بشكل كان يعني قصه، العيان جه، طب انا خطوه بخطوه كده بحيث ان انا اقدر اتعامل معاها. الاول الدراج اللي كان له سايكلوسبورين، وعلى فكره سايكلوسبورين بالواي او بالاي الاثنين صح، تمام كده صح، هتلاقيها مكتوبه كده وكده. ايه هو عباره عن ايه الاول عشان نبقى عارفين الاول اللي ما يعرفوش؟ ده دراج سيستميك دراج اميونو سبريسنت، وله انتي انفلاماتوري اند انت بروريتيك اكشن، عشان نبقى عارفين بس كده نوظفه في الايه، في الحاجات ايه. هو اميونو سبريسنت دراج او اميونو سبريسنت دراج وله انتي انفلاماتوري اند انتي بروريتيك اكشن. كويس، الدراج ده لازم ابقى عارف الاول انا بتكلم تبع انهي كاتيجوري عشان هقدر احطه ازاي. النقطة دي مهمة جدا بقى، ايه الانديكيشن بتاعته؟ يعني الدراج ده هستخدمه في ايه؟ وبعد كده هنمسك واحدة أو اتنين من الانديكيشن المهمة ونمشي معاه خطوة بخطوة، كأن العيال قدامنا بكل تفصيلة هنمشي معاه ازاي. الانديكيشن بتاع الدراج ده ايه؟ يعني امتى استخدمه وامتى ألجأ للسايكلوسبورين كدراج في ايه؟ زي ما قلنا امبارح في البوست بتاع امبارح كده، ان هو يعني كحاجة عشان تبقى ريفريش شوية، أو تبقى نشغل نفكر فيه شويه ونشغل مخنا فيه شويه كده، بحيث ان هو يثبت معانا حالات السرايس. الحالات السرايس دي مهمه جدا جدا، فيها السايكلوسبورين، حتى مش احنا الطلبه بنقوله، بس انهي حالات؟
مش اي حاجه يعني، مش حاله كولايتس رايس هديله سايكلوسبورين، او اي حاله جايه لي من الاول اروح مديله سايكلوسبورين. لا، هو بيقولوا دايما حالات الكرونيك جنرالايزد سرايسس نوت ريسبوندنج لات ليست وان لاين اوف سيستميك تريتمنت. بمعنى عيان جاي لي جنرالايزد سرايس، ودي حاجه بنشوفها كتير جدا، حتى البلكس رايس او بلاكس رايس اللي هي الكومن او الكلاسيك، جاي للعيان ده وبدا خد مثلا ميستروكسيد او خد فوتوثيرابي او خد اسيترتين وما استجابش على هذه الحاجات، في الحاله دي انا ممكن احط السايكلوسبورين كاوبشن عندي وابدا استخدمه فيه. طب حاله تانية سرايسس برضو، بس ريستروديرمك سرايس ممكن برضو يبقى اوبشن معايا، بس بعد برضو الميستروكسيد، لان ده فيرست لاين في الحاجات دي. حالات الباستلر سرايسس سواء اللوكالايزد باستلر سرايسس او جنرالايزد باستلر سرايسس حالات رخمه جدا برضو، اذا ما استجابش للميستروكسيد او الاذر لاين ممكن اجرب السايكلوسبورين. في حتى بعض حالات ريبورت في النيل سرايسس، الحالات الريزيستنت نيل سرايس اللي مش مستجيب، يبقى دايما السايكلوسبورين في السرايسس مش هو الفيرست لاين. في على فكره بعض حاجات انا دلوقتي ممكن الفيرست لاين فيها والافضل، لكن في الحالات العاديه بيبقى جنرال كرونيك جنرالايز سرايسس، سواء كانت بلاك سرايس او بليك سرايس العاديه، سواء كانت ريستروديرميك، سواء كانت باستلر، ساعات النيل يعني في بعض الحالات، بس نوت ريسبوندنج على الاقل لوان لاين اوف سيستميك تريتمنت. ممكن استخدم في هذه الحاله السايكلوسبورين لوحده او ان كومباينيشن زي ما هنيجي نتكلم دلوقتي في الايه في الديتيلز. يبقى ده اول ده على فكره اف دي ابروفد السايكلوسبورين في سرايس، الحاجات المهمه جدا جدا فيها وللامانه منسيه جدا، وبقول لكم يعني كتير مننا الدراج ده مش على باله ومش حاطه كاوبشن، مع انه هو لما انا جيت قريت عنه وكنت بحضر المحاضره دي لقيت الكلام عنه كتير جدا جدا وكلام محترم جدا ويعني كاتبين فيه شعر يعني. يبقى دي اول نقطه. طيب السرايسس في البريجننت وومن زي ما انا كنت كاتب امبارح كده، ده من الحاجات الكويسه جدا، ده بيقول لك كاتيجوري سي زي ما برضو يعني الحالات اللي هي البريجننس في كاتيجوري اي وبي وسي، ودي طبعا اللي هو الاي ده موست سيف، الاكس ده مفيش خالص، السي ده اللي هو في النص يعني ممكن تستخدمه بس تبقى ايه بنفيت يعني تشوف الريسك وتشوف البنفيت وتوزنهم كده، لكن ممكن يستخدم طبعا ممكن يستخدم في البريجننت وومن، يعتبر المور سيف مع شويه حاجات في البيولوجيك، لكن مثلا حاله لا هي استحاله طبعا فوتوثيرابي ده لو ما لكن لو ما فيهاش فوتوثيرابي وعايز حاجه سيستميك هيبقى فيرست اوبشن بالنسبه لك سايكلوسبورين، نيفر طبعا ميستروكسيت ونيفر استروتين، وحتى البيولوجيك كتير منها ما ينفعش، فالسايكلوسبورين حلو قوي في توظيفه في الحته دي. تمام. دي اول انديكيشن واهم انديكيشن. تاني انديكيشن برضو زي ما كنا كاتبين امبارح حالات الاتوبيك درماتايتس. الاتوبيك درماتايتس انتوا عارفين طبعا ان اللاينز بتاعتها مينلي توبيكال ومينلي بركز على شويه تعليمات وانستراكشن وايموليانت والكلام ده كله. طب افرض الحاله مش مستجيبه والحاله سيفير ومش مستجيبه على التوبيكال والحاجات دي كلها والعيان يعني نوت ريسبوندنج، كنا زمان وكنت انا بقع في الغلطه دي برضو ان انا اروح مديني سيستميك كورتيكوسترويد، للاسف الشديد بتدي تحسن كويس جدا ولكن الريلابس بعدها والريكرنس بعدها عالي جدا جدا جدا. دلوقتي حاليا في الجايد لاينز بتاع التوبيك درماتيتس عادش خالص تحط سيستميك سترويد تقريبا نهائيا، لان على قد ما بتدي ريسبونس سريع على قد الريت اوف ريلابس بتاعها عالي جدا. امال ايه لو احتجت بقى طبعا بغض النظر عن انتي هيستامينك سيديتنج يعني، هنا السايكلوسبورين كويس. ولسه انا كان عيان من فتره كان معايا بيتابع بقاله سنه ونص اتوبيك، طفل عنده بتاع 6 سنين وبدانا معاه السايكلوسبورين ومتابعين دلوقتي والدنيا بدات تتحسن، كان مستجيب على التوبيكال وبعد كده بقى ريزيستنت قوي والليجن ما عادش بتستجيب كويس، بدانا نكتب له فدمسته حتى النفر الاطفال فيري سيف. واذا هنقول دلوقتي هنعمله ازاي وما نخافش منه، والموضوع طالما انت عارف وطالما انت عندك ساينتفك باك جراوند ما تخافش. والكلمه دي بصراحه يعني دكتور احمد نفر ربنا يكرمه هو اللي ادانا التراست دي، طالما انت عارف الدراج وقاريه كويس وساينتفك بيز ما تخافش واكتب وما يهمكش، طالما ان انت عارف الدراج ايه سايد افكت ايه كونترا انديكيشن ايه الفولو اب والكلام ده كله. فده تاني انديكيشن اتوبيك درماتايتس السيفير او ريكال ساترنت او النوت ريسبوندنج للتريتمنت العادي بتاعنا، وبالذات في الاطفال كمان فيري سيف مفيش اي مشكله منه خالص منه. في استخدامات ثانيه في حالات كان الحالات اللي هي الكرونيك ايتشن وذاوت سبيسيفيك انيشال ليجن في الجلد، عيان جاي بيهرش وخلاص وعنده جنرالايزد ايتشنج ومفيش سبيسيفيك، دي من ارخم الحاجات اللي ممكن اسخف الحاجات اللي ممكن تقابلها،
وكنت انا بحضر فيها محاضره، والدكتور هاني ابو الوفا مشكورا عمل عليها كلام حلو جدا جدا يعني، وهنقولها تاني وتالت لانها حته رخمه جدا، ان العيان يجي له كبرش في جسمه. كنا احنا النواب كنا بنكتئب لما نشوف الحالات دي، ما انتش عارف تفكر فيها ازاي، تتعامل معاها ازاي. وحالات كتير جدا منها ايديوباثيك، من ضمن اللاينز بتاعتها بقى هو السايكلوسبول. وكان ما انساش ابدا الدكتور محمد ضروتي ربنا يديله الصحه، كنت حضرت له مره في مؤتمر وكان بيتكلم على الدراج ده، بيقول لك انا بحب الدراج ده جدا 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 لان له استخدامات وله استجابه في بعض الامراض حلو جدا جدا. فنخلي بالنا برضو من الحالات دي، ممكن اضطر الجا للسايكلوسبول. برضو حالات الكرونيك ارتكاريا، لو اللي متابع او اللي بيشوف الكرونيك ارتكاريا جايد لاينز بتاعتها لغايه يمكن السنه اللي قبل اللي فاتت، كان من ثيرد جايد لاين بعد ما فيلد الانتي هيستامينك وفيلد الانتي ليكوتراينز، ممكن ان انا استخدم سايكلوسبورين قبل ما الجا للاوماليزوماب، على الرغم من ان ده في 2018 اتغير وبقى الاوماليزوماب على طول اللي هو الزولير يعني، يعني ايه نط الحته دي وبقى هو قبل السايكلوسبورين او بعدوش ريكومند السايكلوسبورين. لكن ستيل في بعض الناس ممكن تستخدمه في حالات الكرونيك سبونتينيوس ارتكاريا اللي هي من غير سبب، او اللي كنا بنقول عليها زمان كرونيك ايديوباثيك ارتكاريا. تمام؟ ده بالنسبه اللي يمكن اهم أربعة إنديكيشن. يبقى نقولهم تاني، الحالات السترايسز كرونيك جنراليز سترايس لابليك أو whatever type not responding to at least one line of systemic treatment، حالات السيفير ريكالسيترانت أتوبيك درماتيتس، وان طبعا السترايس في البريجنانسي كمان. الدكتورة سومي احنا لسه بنقول كرونيك أرتكاريا. حالات الأتوبيك درماتيتس النوت ريسبوندينج للكونفنشن تريتمنت، وبالذات لو في الأطفال ينفع استخدمه كويس جدا. حالات الكرونيك جنراليزد إيتشينج من غير سبيسيفيك انيشال سكين ليجن ومش مستجيبه برضو لللاينز العاديه الاولانيه اللي ممكن استخدمه فيها، وحالات الكرونيك سبونتينيوس ارتكاريا اللي هي وذاوت كوز موجود اللي كنا بنقول عليها زمان كرونيك ايديوباثيك ارتكاريا، ممكن ان انا الجا لها على الرغم ان في ديبيت شويه في الكلمه دي. في اذر بقى انديكيشن حاجات ثانيه، يعني بعض حالات الايمينوبولس كادجمنت مع العلاج اللي انا بديه ممكن استخدمه. في بعض حالات البهست، بعض حالات البهست يزيد بزيد بيكون معاها اي افكشن ممكن استخدمه. في بعض حالات زي البايدرما جانجرينوزم ممكن استخدمه. كل ده بينطبق او بيندرج تحت ايه، ان انا لو اميونو سبريسيف انتي انفلاماتوري اند انتي بيوريتيك. ممكن بقى حاجات انديكيشن ثانيه، الاكيوت سيستميك ماستيتوزيس كيمورا ديزيز، حاجات بقى رير شويه لكن انا بتكلم على الاساسيه. وخلي بالكم كمان انه ممكن يستخدم في اذر حاجات غير الجلد كمان، يعني في الروماتويد بيستخدموه وفي حاجات تانية. خلي بالكم ان السايكلوسبورين ده اول ما ظهر للنور او بدا يطلع في الاسواق وكده، هو بدا يطلع على فكره سنه 1983، يعني اللي مواليد 83 زي حالاتي كده هو بدايه عمره من عمرنا كده. تمام؟ فهو ده بدايته خالص نزوله في الاسواق كانت 1983، واول ما استخدم ما كانش جلديه، كان استخدامه في الاورجان ترانسبلانتيشن، بعد ما الناس تعمل بالذات الكدني والبون بيدوا حاجه ينصر عشان يمنع الجرافت ريجكشن، فده اهم استخدام له، وبيستخدم بجرات عاليه وبيقعد عليه طول العمر، وده اساس استخدامه خالص، ما كانش في الجديه، لكن في الاورجان ترانسبلانتيشن تو بريفنت الجرافت ريجكشن او الاورجان ريجكشن. فده ولو برضه في حاجه ظريفه قوي، في كمان في الانديكيشن انه بيستخدم اتوبيك درماتايتس ان دوجز، يعني في الطب البيطري كمان بيستخدموه في الاتوبيك درماتايتس في الدوجز. الدوجز بيجي لها اتوبيك درماتايتس كمان، والله انا ما كنتش عارف المعلومه دي برده، لكن بيجي لها وبيستخدموه فيها كمان. تمام؟ وهو على فكره كمان ايزوليت من فانجس، يعني لو تلاحظوا كل الحاجات الادويه اظن بنسلين وي وي كده ايزوليت من فانجس بغض النظر عن اسمه، يعني بياخدوه منه. يبقى احنا دلوقتي قلنا نقطتين مهمين قوي، ايه هو الدراج ده عباره عن ايه؟ وايه الانديكيشن بتاعه؟ دي اهم حاجه. طيب حلو قوي، نمسك بقى في انديكيشن واحد كده اللي هو المهم، وهنفترض انه حابب تقابلنا كتير جدا كرونيك جنرالايز بليك سورايسز، جاي لك العيان وجاي بقاله سنين عنده سورايسز ومش مستجيب للميستروكسيد. انا همسك انديكيشن عشان اخد خطوه بخطوه هنمشي معاه ازاي، ومش مستجيب للميستروكسيد على سبيل المثال يعني، تمام، او الاستاتين وات ايفر يعني نوت ريسبوندنج، والعيان السورايسز عنده زايده جدا، وبالتالي انا خلاص بقى عارف ان من ضمن الانديكيشن السايكلوسبورين ممكن يتوظف هنا، يبقى انا هفكر ان انا استخدمه سايكلوسبورين. طيب قررت ان انا استخدم سايكلوسبورين، اول حاجه دلوقتي انا قاعد قدام العيان، عيان قدامي وهكتب سايكلوسبورين، ايه الاسم التجاري بتاعه؟ ما انا مش هكتب له سايكلوسبورين كده وهو بقى يتوكل على الله. يبقى تاني خطوه انا بقى هنمسكها، لو تلاحظوا انا مش ماشي بترتيب كتاب ولا ماشي اللي هو كلام نظري، انا ماشي كان العيان قدامي ومسكت في انديكيشن مهم جدا مشهور جدا
وهمشي خطوه بخطوه هعمل ايه. فاول اول حاجه الاسم التجاري بتاعه. طيب قبل الاسم التجاري انا ابقى عارف بس ده كلمه بس حته نظر صغيره خالص هو بيشتغل على ايه او بيشتغل ازاي. قلنا هو ايميلو سبريسر ده مين اكشن بتاعه سيلكتيف انهبيشن اوف تي لينفوسايتس. مش هخش في ديتيلز النظري عشان ما نملش مش وقتها, بس برضه ابقى عارف هو بيشتغل على ايه بالظبط. بيمنع حاجه اسمها كالسينيورين انزيم. عارفين الكالسينيورين انهبيتورز التوبيكالز ده يعتبر ده سيستميك كالسينيورين انهبيتور. يعني عارفين التارولماس والاندال والحاجات دي هو بيشتغل كسيستميك كالسينيورين انهبيتور, وبالتالي بيمنع حاجه اسمها انترليوكين 2, وبالتالي بيمنع الاكتيفيشن اوف تي لينفوسايت, ما بيخليهاش تطلع الانترليوكينز بتاعتها او السيتوكاينز بتاعتها عامه يعني, وبالتالي بيؤدي الاكشن. بس السطر ده بس عايز تعرفه كده ان هو سيلكتيف انهبيشن اوف تي لينفوسايتس عن طريق ان هو بيمنع الكالسينيورين انزيم, وبالتالي بيمنع الانترلوكين 2, وبالتالي بيمنع الاكتيفيشن اوف تي لينفوسايت ما تطلعش السيتوكاينز بتاعتها, وبالتالي ادى الاكشن بتاعه. بس كده خلاص نرجع مرجوعنا. عيان جاي لنا كرونجنس رايسز نوت ريسبوندنج للميستريكسيت, يبقى ده انديكيشن فعلا ان انا ادي سايكلوسبورين. اول حاجه هكتب يبقى انا عارف الاسم التجاري. هنحط لكم بقى في البوست الاسامي التجاريه باشكالها حتى بالشكل العلبه بالكلام ده كله بتركيزات. هو اشهر حاجه اللي موجود اللي هو النيورال او السانديميون. تلاقي ساعات العلبه مكتوب عليها الاثنين سانديميون نيورال. تركيزاته في 25 و50 و100, يبقى انا عارف اسمه التجاري. هكتب اسمه التجاري حلو. طيب بعد ما كتبت اسم التجاري بكتب تحت الدواء ايه جرعته, هاخد قد ايه. اولا هكتبه 25 ولا 50 ولا 100, وهاخده لمده قد ايه, وهاخده بتركيز قد ايه. يبقى ده النقطه المهمه اللي بعد كده. عارف اسم التجاري لازم ابقى عارف بعد كده ايه هو الجرعه بتاعته. الجرعه بتاعته انا هتكلم على الحاله بتاعتي اللي هي بتاعت السورايسيس كرونيك جنرايز لان ده الاشهر, وهيطبق على الباقي في الغالب بنفس السكيدول ده. الجرعه بتاعتي البدايه بيقولوا الريكومندد ستارتنج دوز في الحالات دي, خلي بالكم في الاورجان ترانسبلانت والكلام الغير جلديه جرعات بتاعتها عاليه جدا, لكن انا بتكلم على الحالات المشهوره بتاعتنا 2.5 مللي جرام لكل كيلو جرام. يبقى انا العيان هعرف وزنه او اوزنه او يبقى عارف وزنه وهحسبه. يعني مثلا لو سي هو 60 مللي جرام وانا هديله الستارتنج دوز بتاعتي 2.5 مللي جرام, يبقى انا عايز تقريبا كام؟ 2.5 في 60 يعني انا عايز تقريبا 2 في 60 120, يبقى انا عايز 150 مللي جرام في اليوم. تمام؟ 150 مللي جرام في اليوم ده لو حسبتها على اللي هو 2.5 مللي جرام لكل كيلو جرام. تمام؟ فال 150 مللي جرام ده انا ممكن اديله قرص ونص من تركيز ال 100 او ثلاث اقراص من تركيز ال 50 كل 8 ساعات, وده الافضل ان انا اقسمه الجرعه تبقى 3 ديفايدد دوز. لكن لو اديت قرص مثلا الصبح 100 ونص قرص بالليل ماشي, اديت قرص من 100 وقرص من 50 وتفر, انا عارف التركيزات. احنا قلنا في الاول اسم التجاري وتركيزاته. جرعته ببدا ب 2.5 مللي جرام, وقلنا على سبيل المثال لو وزن 60 يبقى انا عايز 150 مللي جرام في اليوم, يبقى انا هديله مثلا ثلاث اقراص من تركيز ال 50, او لو مفيش تركيزه لتركيز ال 100 يبقى انا هديله 100.5 يعني قرص كامل ونص الصبح وبالليل. حلو قوي الكلام. يبقى انا اديت له دي الجرعه لمده قد ايه؟ ما انا بكتب كده بكتب ان انا باخد مثلا قرص صباح ونص قرص مساء لمده قد ايه؟ شهر ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اسبوع ولا اثنين ولا ثلاثه ولا ايه؟ دايما الحالات دي انا بقول الريسبونس بعد شهر على الاقل. الميزه في السايكلوسبورين من المزايا بتاعته كويسه قوي ان هو بيدي رابت اونس اوف اكشن. هي مشكلته على فكره سعره, وده هنقول من العيوب بتاعته انه غالي شويه, واللي يدور حتى في الدراج اندكس هنلاقي ان السعر غالي شويه حدود العلبه مثلا حدود 400 500, لكن بيني وبينكم في ساعات حالات بتستدعي ده, وفي حالات تقدر انها فعلا بالذات لو فيل تريتمنت وبقى لها فترات طويله حاسس سورايسز لا بيبقى كويس جدا ليها, وبتكتبه لما بتكون فعلا الحاله انديكيتد له. لمده قد ايه؟ على الاقل شهر. وهو فعلا في خلال الشهر ده بيبدا يدي نوعا ما ريسبونس كويس ان العيان بتبدا السورايتك ليجن تبدا تتحسن, وطبعا المفروض بتتحسن لو احنا اتكلمنا كلام محترم بالباس سكور اللي هو سورايس سيفيريتي اريا اندكس سورايس اند اير سفيرد اندكس, ده المفروض لكن احنا للاسف ما بنعملوش هنا. هبقى اقول لكم برده مره بيتحسب ازاي, المفروض بيبقى له كده شيت لوحده, لكن احنا بنقول ان الليجن بتبدا تتحسن لو في اتش بيبدا يتحسن, الافكشن حتى الجسم خد منه قد ايه تبدا تبقى تقل الاريا الافكتد وهكذا. الفكره فيه ان هو بتلاقي العيان فعلا بدا يتحسن في ده. طيب افرض انت اديت له علاج وشفته بعد شهر وما كانش حاسس, بكمل لغايه مده قد ايه؟ ها
هندي الاحتمالات اهو، ما كانش لمده 3 شهور، افرض ما اتحسنش بعد 3 شهور، شكرا وقف. نقطه مهمه جدا ان احنا هنركز عليها، ان ساعات بيبقى عارفين الدواء وبنكتبه بس مش عارفين ماشي ازاي بعد كده. 3 شهور اذا ما جابش ريسبونس مع 3 شهور يبقى مش هيجيب الا يتوقف. حلو؟ طب افرض جاب زي الفل، هكمل. طب اكمل بنفس الجرعه ولا ارفع الجرعه؟ في ناس بتقول لك برضو اذا ما جابش قبل ما تكمل لا ارفع الجرعه، بدل ما هي 2.5 مللي جرام بعد اسبوعين زود ل 3 مللي جرام، بعد اسبوعين 3.5 لغايه ما توصل 5 مللي جرام. اذا ما جابش على 5 مللي جرام او قعدت مده 3 شهور يبقى هو كده خلاص مش ايه مش هيجي. في ناس كده، في مدرسه تقول لك ابدا ب 2.5 مللي جرام وكمل 3 شهور اذا ما جابش وقف، وفي ناس تقول لك لا شوفوا بعد اسبوعين اذا ما بداش يتحسن زود لغايه ما توصل لخمسه وكمل على الخمسه دي 3 شهور اذا ما جابش وقف. تمام كده؟ وات ايفر بقى اللي انت عايزه. ما هو الارسال دكتوره نانسي يمكن بقى الشبكه ولا حاجه، معلش يعني ان شاء الله يتظبط باذن الله. يبقى دي اول حاجه لمده، طب افرض العيان اتحسن زي ما قلنا وبقى كويس، في بقى عندك حلول كتيره، اما ان انت توقفه وتدخل دراج تاني اللي بيسموها روتيشنال، او ان انت تبدا تقلله بالتدريج لغايه ما توصل للليست افكتيف دوز، او في ناس تقول لك وقف خالص وبعد كده لو حصل ريكارنس كرر الكورس تاني. هبقى انزل لكم برده جدول كده بطرق العلاج في السايكل اسبوع، لكن هو الاوقع او المنطقي ان انا ابدا اقلل بالتدريج لغايه اقل جرعه فيها كنترول، وممكن امشي عليها فترات طويله شويه، وبيني وبينكم بيني وبينكم يعني العيان هيوقف لما يلاقي نفسه اتحسن، وبيحصل في بعض الحالات بتحصل 90% ريزولوشن هيوقف، يبقى خلاص هو هيوقف وتلاقي الامور بعد كده كويسه، ممكن اكرر الكورس تاني لو حصل ريلابس تاني. انا بقول لكم يعني العيان المصري هيعمل ايه. طيب كره معاها تمام، يبقى هو بس ايه الشبكه اول. ده كلام جميل، يبقى احنا دلوقتي عرفنا ايه هو الدراج، عرفنا إيه هو عباره عن ايه، عرفنا ايه المين انديكيشن، مسكنا في الانديكيشن الكويس المشهور، عرفنا اسم التجاري بتركيزاته، عرفنا الجرعه بتاعته هديها ازاي والمدة قد ايه. طيب النقطة اللي بعد كده بقى، خلاص انا كتبته وهبدأ ان انا العيان هتابعه، هل العيان ده قبل ما يطلع من عندي وانا كتبت الدواء مش لازم اشوف الاول هل له كونترا انديكيشن ولا لا؟ يعني انا كتبته وعارف اسمه التجاري وعارف تركيزه وعرفت الوزن وكل حاجة، بس خلي بالك قبل العيان يطلع من عندك اسأله او تبقى انت عارف هل في كونترا انديكيشن ولا لا. لسه هنتكلم دكتور ايمان والله هو هنقول كل حاجة تلاش. العيان مش هيمشي من عندك كتله سايكل سبورين كده واروح له، طبعا لازم الاول قبل ما اكتب هشوف، لان في ممكن كونتر انديكيشن تخليني ما اكتبوش، او ساعات انت ممكن لو من ضغط الحالات والحالات كتيره وتنسى وتكون بعد ما كتبت تقول لك ده ما ينفعش والله يا حاج ده مش هينفع معانا. ايه بقى الكونتر انديكيشن اللي العيان قالها لي مش هينفع للاسف استخدم الدراج ده؟ الهايبرتنشن للاسف. يعني في ناس تقول لك اف دي، لا هو اصلا من ضمن السايد افكت ان هو ممكن يعمل هايبرتنشن لانه بيعمل فازو كونستريكشن، فلا للاسف بيقول لك لو هايبرتنشن يستحسن ما تدوش اصلا. تمام، بالذات لو الضغط طبعا هو اكتر 140 90 هو ده هايبرتنشن فيستحسن بلاش، او عنده رينال امبيرمنت وات ايفر شكل الرينال امبيرمنت، لان السايكلوسبورين من الحاجات لما بيستخدم ساعات ممكن بعض الحاجات تعمل لك ستراكشرال رينال امبيرمنت في الاستراكشر نفسه، بس دي فروقات كبيره وبطول طويله، لكن على الاقل بيعمل فانكشنال امبيرمنت. فلو عنده رينال فانكشن امبيرمنت لا، واحد يقول لك طب افرض العيان مش عارف، ما انا هعمل اصلا انفستيجيشن فولو اب. لكن في حاجات لو قال لك انا عندي اصلا مشاكل في الكلى ده من الاول مش هكتبه، وانتهت القصه على كده وارتحنا بقى، لا هنقعد ندوس ولا بتاع ولا كده وملهاش لازمه بقى المحاضره، يبقى العيان ده ايه عيان مريح، يبقى نشوف لاين تاني على حسب حاجه. تمام، فلو عنده هايبرتنشن لا، لو عنده رينال امبيرمنت لا، لو عنده اكتف انفكشن حالا حالا بالذات بيقولوا الهربس بالذات يبقى لا برضه، بس دي يعتبر تمبرري يعني بعد ما يتعالج خلاص تبقى الامور كويسه. في حته كمان مهمه بقى بيقول لك لو عنده هيستوري هو او في العيله اوف مالجنس سواء سكويمر سيل كارسينوما او اذر، بيقولوا الافضل بلاش. تمام، بيقولوا يعني الافضل يستحسن خليك في السيف سايد، ان بعض ستادز قال ان هو على اللونج ران على المدد الطويله قوي، مدة طويله معنى قد ايه؟ اللي هي سنه فيما فوق، وانا برضو ما نقلقش ان احنا في الجلديه في الغالب ما بنوصلش كده، في الغالب 3 شهور العيان بيتحسن، ممكن بعد كده اوقف واكمل الكورس او ادوزه ليله قوي مع الجرعات الكبيره والمدد الطويله اللي ممكن يحصل ريسك اوف مالجنسي ده، فما نقلقش عشان لو لقيتها مكتوبه ما تتخضش وتترعب، لا ما ينفعش مش عارف ايه. تمام، ففي الحالات دي لو في هيستوري اوف سكوماس كارسينوما في العيان او في العيله او كده اسال حتى بالهيستوري، لو كده يستحسن بلاش خليك في السيف سايد. في حاجات بقى ريلاتيف كونتر انديكيشن حتى لو ممكن اديها
لو ليفر امبيرمنت ما تقلقش قوي، لان هو مش بيعتمد قوي في الليفر، لو في حته مشكله ممكن اديه ما تقلقش قوي منه الا اذا كان سيفير ليفر او ليفر فيلير يعني، ابلابسي دايبيس ميليتس بعض حاجات كده سيفير اميون ديفيشنسي لاي سبب تاني. لكن يهمني قوي الاربعه الابسوليوت دول، هايبرتنشن رينال امبيرمنت اكتف انفكشن والعيان عندك وهيستوري اوف مالجنسي. طب العيان ما عندوش، الحمد لله ما عندوش، يبقى انا مكمل عادي وماشي في القصه اهو. حلو قوي. طب هفولو اب ازاي بقى؟ تهتدي العيان وهتشوف. طب هعمل له ايه كبيز لاين انفستيجيشن؟ لان برضه ممكن سالت كله تمام لكن تيجي تعمل، هو دكتور عبير السكان ده مركزين عليه سكويموس سيل كارسينوما، لكن الاذر، لكن هم اللي مركزين قوي على السكويموس سيل كارسينوما بالذات يعني، تمام؟ لكن الاذر برضه خلينا في السيف سايد بلاش، مع ان ما هياش حاجه يعني مليون في الميه، لكن في الحاجات دي بالذات لا بلاش، افضل ونريح دماغنا من القصه دي. طيب كنا بنقول ان هو هتعمل له بيز لاين ايه بقى؟ ما انت ممكن العين كله تمام لكن تيجي تعمل له انفستيجيشن تلاقي سي مثلا الكرياتينين بتاعه عالي، فهضطر ان انا خلاص في الغالب لو عالي قوي هوقفه، ما يمكن ما عندوش لسه اعراضه ما يعرفش. فبعمل ايه في البيز لاين بقى؟ بعمل سي بي سي تمام، عشان لو عندي ليكوبينيا جامده قوي بيقولوا يعني يستحسن بلاش، لكن في الغالب السي بي سي مش قوي كده، بس بعمل سي بي سي كروتين. هو دي بس القصه عشان لو قلتها مطلوبه. هو الاهم طبعا الرينال فانكشن واهمهم السيرم كرياتينين تمام، وبعمل السي بي سي وبعمل كمان الترايجلسترايد والكوليسترول، لان هو في بعض الحالات بيزود بيعمل هايبرليبيديميا وهايبرترايجلسترايديميا، فبعمل دول. وبعمل ايه كمان؟ بيقول له قيس الضغط كده 3 ايام على مدار الاسبوع، اطمن برده ان مفيش اي اليفيشن للبلد بريشر. ده البيز لاين بتاعي، ودول اللي هقوله اه بعد كده زي ما هنشوف، سيرم كرياتينين والسي بي سي والسيرم ليبر بروفايل ترايجلسترايد وكوليسترول. دول خلي بالكم بس اللي عندي كون ساين 8 او 12 ساعه، ويقيس الضغط 3 ايام ورا بعض او يوم بعد يوم في خلال اسبوع تمام كده. ده البيز لاين. طب عملهم بتقول له، حتى لو كتبت له بتقول له ما تعملهمش الا ما شفت التحاليل انها تمام، لقيتها تماما. دكتوره سومي حضرتك بتقولي كل حاجه بس كمان على ما بيوصل الكلام، فانا قلتها يعني كله تمام، برافو عليكي تمام، سي بي سي والليفر الرينال فانكشن والليفر فانكشن برافو عليك. فكنا بنقول ان هو دلوقتي دي الحاجات عملتها ووريها لك ولقيتها كويسه، يبقى العيان ده خلاص كله تمام، ما عندوش كونترا انديكيشن. هو الاول انديكيت ان دي سايكل سبورين، ما عندوش كونترا انديكيشن، عملت البيز لاين انفستيجيشن بتاعتي. حلو قوي. العيان ده المفروض اشوفه كل شهر، ويستحسن لو كده بص عليه بعد اسبوعين وبعد كده خلي الزياره شهرين. ليه بعد اسبوعين؟ لانه هيكرر التحاليل دي تاني بعد اسبوعين، لان هنشوف دلوقتي ايه لو حصل، ما ممكن العيان يبقى كمان زي الفل، فالامور مش افرض التحليل علت على طول اوقف ودار، لا في برضه التعامل معاها ازاي. فدلوقتي احنا دلوقتي عشان ما نتوهش بنتكلم على السايكل سبور، عرفنا هو ايه وعرفنا هنديه في حالات ايه، ومسكنا اهم انديكيشن كرونيك جنرالايزد سورايسيس نوت ريسبوندنج ات ليست تو وان سيستميك تريتمنت، عرفنا اسمه التجاري وجرعته ونديه ازاي والمده قد ايه، عرفنا قبل ما العيان يطلع هل له كونترا انديكيشن او قبل ما اكتب الدواء هل له كونترا انديكيشن ولا لا. طب تمام مفيش كونترا انديكيشن، ايه البيز لاين اللي لازم اعملها واطمن عليها، لان دي اللي هتابع عليها بعد كده كل اسبوعين. ده كلام كويس جدا. يبقى دلوقتي بس عشان برضه يبقى ما يفوتنيش حاجه، قلنا الكونترا انديكيشن وقلنا السايد افكت بتاعتنا، ايه هي السايد افكت وايه اللاب بتاعنا اللي هنعمله عملناه. طيب كويس قوي. لا الدكتوره دكتور صلاح الهيباتايتس والحاجات دي لا، اتش اي في برضه لا نوت نيدد تمام، مش روتين، مش مكتوب في اي حاجه ان انا روتين، الا اذا كان العيان قال لك ان انا عندي ميو سبريشن جامد قوي، وحتى ده كمان ريليتيف كونترا انديكيشن، انا ممكن اديه حتى مع ذلك كمان تمام. ده سؤال برضه كويس. والليفر فانكشن حتى على فكره الامبير ليفر فانكشن ممكن اديه، لكن لو سيفير امبيرمنت او بقى ليفر فيلر انت مش معقول اديله يعني، لكن حتى لو في ليفر افكشن بشكل او باخر مش كونترا انديكيشن يعني، حتى لو بطايت سي بوست بس الليفر فانكشن بتاعك وزن نورمال ممكن اديه مش مشكله، دي ميزه بالمزايا يعني، على الرغم ان هو ميتابولايز بالسايتوكروم بيرجع 150 لكن مش ابسوليوت كونترا انديكيشن. حلو قوي. يبقى احنا وصلنا لمرحله ان انا يعتبر عملنا كل حاجه، بس ناقص لي نقطه بس دلوقتي اللي هو الفولو اب بتاع العيان. حتى احنا قلنا العيان ده هنعمل له ايه بالنسبه للسكين ليجن، لو جه متحسن، طب لو مش متحسن، طب اوقف امتى، طب اوقف بتدريج قلناها. طيب ناقص لنا حاجه واحده بس اللي هو في اللاب انفستيجيشن،
في المتابعه. العيان جالك بعد اسبوعين عمل تاني قاسم ضغط، بيقيسه هو تقريبا برضه كل اسبوع وكل اسبوعين الضغط بقى بعد كده، هو كويس في الاول، بيعمل السيرم كرياتينين بالذات وبيعمل السي بي سي والليبل بروفايل. جو بعد اسبوعين كويس خلاص، بكمل بقى يعني كل الفترات دي السيستميك استرويد، بس قبل فتره طويله دكتوره نانسي عشان خوفا من الهايبرتنشن بتاع الاسترويد، فتخلي بالك بس من الجزئيه دي. ويعني الناس بيني وبينكم مش ريكومند قوي ان انا دي مع السيستميك كورتيكوسترويد عشان الهايبرتنشن، مش بحب ان انا دي، فيستحسن ان انا بس اوقفه فتره بعدها، مثلا يكون موقف الاسترويد بعدها فتره كده يعني اسبوعين او شهر عشان اقدر ادي بس الخوف من الحته بس بتاعه الاسترويد دي. المهم بنقول ان هو جه بعد اسبوعين عامل الحاجات دي كويس خلاص، لو كل كويس على اسبوعين وكتير قوي من العيانين بتلاقيه كويس طول على مدار الايه العلاج. طب افرض بعد اسبوعين وهنمسك في اهم تو سايت او اهم ثلاثه، اول حاجه الرينال فانكشن، لقيت السيرم كرياتينين بتاعه بدا يعلى، لازم يعلى اكتر من 30% من البيز لاين، من البيز لاين عشان ابدا اقلق او ابدا اتصرف. يعني ايه؟ افرض الكرياتين بتاعه كان واحد وجيت عملته لقيته 1.3 او 1.4 او 1.5، يبقى علوه كده ايه؟ اعلى من 30% من البيز لاين. حتى لو وزن نورمال، في ناس الكرياتينين بتاعها 7.10 البيز لاين، وجيت عملته لقيته واحد مثلا و1.1، طب ما هو ده وزن نورمال، لكن هو عل 30% عن البيز لاين بتاعه اللي انا عامله في الاول، فده يعتبر علو، فلازم اتعامل. في الحاله دي اعمل ايه؟ هل اوقف الدواء؟ لا. في الحاله دي بيقول لك هتعمل ايه بقى؟ في الحاله دي هروح عايد التحليل تاني بعد اسبوعين كمان، هياخد جرعته زي ما هو كل حاجه، لان ممكن يبقى تمبرال ريفيشن هعمله. لقيته ما نزل تاني للنورمال او البيز لاين بتاعه خلاص، لكن افرض لقيته برده بيعلى، لا في الحاله دي بقى لازم اقلل الجرعه بتاعت السايكل سبور، برده ما اوقفوش على طول. هقلل الجرعه بالنص لواحده، مثلا لو كان بياخد 2.5 هديله على جرعه 2، او ممكن ناس تقول لك قلل واحد على طول، لو كان بياخد مثلا 3 هاخد 2، تمام؟ هو بينه وبينكم لو بياخد 2.5 يعتبر دي اقل جرعه، فانا لو قللت هتبقى الافكاسي على الديزيز مش قد كده، ففي الحاله دي ممكن اوقف. انا بتكلم لو بياخد وصل لخمسه، ان الحاجات ممكن توصل لخمسه، في ناس ريكومند ان انا ابدا بخمسه عادي مفيش مشكله، او ان انا ابدا بالتدريج وات ايفر، فبقلل واحد يبقى باخد 4 مللي جرام لكل كيلو جرام، تمام كده؟ واعمل على الجرعه الاولى دي كمان اسبوعين، لقيتها بدات تنزل حلوه هفضل على الجرعه دي. طب افرض لقيتها بتعلى تاني هقلل برضه كمان اسبوعين، لا لا اسبوعين كمان لقيت برضه الموضوع، لا خلاص بقى شهر والدنيا بتعلى معايا بوقف السايكل سبور خلاص، تمام كده؟ وده ما بيحصلش في كل الحالات ولا في حالات كتير، لكن وارد بيحصل. يبقى انا العيان بياخد، عملت السيرم كرياتينين كبيز لاين، جالي بعد اسبوعين لقيت السيرم كرياتينين بدا يعلى اكتر من 30%، يبقى هقلل الجرعه من نص الواحد لمده اسبوعين واشوف تاني، لقيته كويس خلاص، لا لقيته لسه بيزيد اقلل تاني، واسبوعين كمان لقيته لسه بيزيد، لا اوقف بقى خلاص. نفس الموضوع الهايبر تنشن، الضغط لو عالي عن 140 90 هقيسه تاني بعد اسبوع او بعد اسبوعين، لقيته بيعلى هقلل، لقيته عالي هقلل الجرعه، لقيته لعب يعلى اكتر برضه، في بقى هنا في الحته دي اقول لك اما اوقف خالص، او في ناس تقول لك هدي انتي هايبر تنسف دراج مع العلاج، ان في بعض الحالات تلاقي العيان مستجيب جدا والدنيا زي الفل تمام والسكين ليجن تمام، فانا عايز اكمل، فهنا مش لازم اوقف كله بقى مره واحده، لا ممكن هنا ان انا ادي انت هايبر تنسف الرينال مفيش فيها هزار، لقينا على مدار مرتين ياستين ورا بعض بيعلى اكتر من 30%، لا اوقف على طول. كان الهايبر تنشن لو لقيته بيعلى ممكن ان انا ادي انت هايبر تنسف. وتخلي بالك بقى في الحته دي، بيقول لك ان احسن حاله في الانت هايبر تنسف ده ان انا ادي الكالسيوم شانل بلوكر ما عدا النايفيديبين عشان سايد افكت هنقوله دلوقتي، تمام؟ يبقى انا ادي، لكن واحد يقول لك طب ما ادي بيتا بلوكر اللي بتزود السورايس، خلي بالك انا بتكلم على السورايس كاهم انديكيشن، واحد يقول لك ان انا ادي اس انهبيتور، ممكن ادي اس انهبيتور لكن برضه بيقولوا الافكت بتاعها او كانتر اكشن معاها مش كويسه شويه عشان الكدني، فبيقول لك احسن حاجه هو الكالسيوم شانل بلوكر لان ليها فازو دايليتنج اكشن، فبتبقى كويسه قوي مع السايكلوسبور مع عدم النايفيديبين عشان الجنجيفال هايبربليزيا هنقولها دلوقتي كسايد افكت رير شويه، تمام كده؟ ده طب بالنسبه للترايجلسرايد برضو نفس الكلام، كل اسبوعين لقيتها بتعلى معايا، هنا برضو بقول لك مش لازم توقف ولا حاجه، لكن هدي مجموعات الاستاتين بالذات بيقولوا من احسن الحاجات اللي بتبقى افكت. انت الميزه هنا كمان ايه؟ ان انت عارف حتى ايه الحاجات اللي انا هديها لما احوله لحد بطنه، حتى مش لازم تكتبها انت، هقول له يا ريت تكتب لنا حاجه من المجموعه دي
يعني المجموعه دي اللي هتمشي معايا كويس ومش هتبقى في مشاكل مع السايكلوسبورين، وهتبقى الايفكت بتاعها على السايد افكت اللي انديوزد بالسايكلوسبورين احسن. تمام كده؟ الرينال فانكشن هوقف على طول، وقلنا ازاي الهايبر تنشن والترايجلسترايدين. طب افرض العيان وانا ماشي في العلاج حصل له انفكشن، بالذات الهيربس سمبلكس هوقف، واي انفكشن يستحسن ان انا اوقف. طب واحد يقول لي طب انا ممكن ادي انتي بايوتيك، ماشي، لكن الهيربس سمبلكس لازم اوقف على طول. اتفقنا كده؟ دي بقى دلوقتي باين لنا بس حاجتين صغيرين كده هنقولهم. في البريجنانسي زي ما احنا قلنا سيف لانه كاتيجوري سي، في الرضاعه لا ممنوع في الرضاعه، في الاطفال امن جدا زي ما قلنا في اتوبيك درماتايتس. تمام كده؟ في البريجنانسي الحاجه الوحيده اللي بيقول لك ممكن لو اتاخد في الاخر ممكن يعمل شويه بريماتيوريتي، لكن ده مش كحاجه كارثه قوي زي التراتوجينيستي، يعني مش تراتوجينيك، ممكن يتاخد في الاول حتى مش تراتوجينيك. تمام؟ طيب ناقصنا بس حاجه صغيره بقى خالص. ايه هي بقى الحاجه الصغيره؟ خلي بالكم انا اتكلمت من ناحيه كلينيكال بوينت اوف فيو شويه، في ديتيلز كتير قوي ممكن ان شاء الله لما نعمله محاضره ونلف كده نقولها اكتر، لكن انا مش عايز اعقد الدنيا. انا عايز نطلع بعد المحاضره دي لو جالنا عيان اقدر اكتب له سايكلوسبورين وانا عارف ومطمن وفاهم انا بعمل ايه. وحتى لو تلاقي مثلا حد من الاساتذه الكبار او من الناس المستشارين الكبار ما بيكتبوش او يقول لك لا بلاش، لا انا عارف انا بكتبه ازاي وليه وفاهم ايه السايد افكت اللي ممكن تحصل منه. بقيت حاجتين صغيرين، ايه الرير سايد افكت اللي ممكن تحصل منه، وايه هي الدراج دراج انتراكشن. السايد افكت الرير تانية ممكن شويه باراسيزيا وبيرنينج سنسيشن، ممكن شويه وجع في العضلات، ممكن ده وارد وبتبقى ترانزيانت وما تقلقش منها يعني. ممكن كمان شويه حاجات شويه جي اي تي ابسيت، وده وارد مع اي دراج بيتاخد سيستميك يعني. في حاجه برده ساعات بيعملها بيعمل هايبر تريكوزس في بعض الحالات، لو لقيتها او العينه قالتها تبقى انت عارف انها من دراج وبتبقى ترانزيانت، ولما بوقف الدراج بتروح ما تقلقش، العينه ما تقلقش. في الاطفال يا دكتوره معها الاطفال نفس الجرعه بتاعتنا برده ببدا ب 2.5 مللي جرام. تمام؟ في سيرب منه على فكره بس مش عارف موجود في مصر ولا لا، انا لقيته في الاندكس والله بس مش عارف، هو غالي جدا بس مش متاكد. انا عارف ان التابلت موجود لكن السيرب مش متاكد هو موجود ولا لا، هو الاندكس بتاع المصري موجود نيورال سيرب، فده ممكن في الاطفال تركيز ال 100 ال 5 مللي فيهم 100 مللي جرام، كانك بتدي قرص 100 يعني، ال 5 مللي فيهم 5 مللي فيهم 100 مللي جرام. طيب كنا بنقول دي الريب سايد افكت، في ريب سايد افكت كمان ممكن يحصل اللي هو الجينجيفال هايبربليزيا او هاجر، ربنا يخليكي هاجر، هاجر عطيه دكتوره هاجر دكتوره هاجر عطيه من دفعته من الناس المحترمه جدا والشاطرين جدا، ربنا يخليكي هاجر ومش دايما على خير يعني. كنا بنقول الجينجيفال هايبربليزيا ان تلاقي عند الجينجيفا كده بدا يحصل انلارجمنت للسايز بتاعها وبدات تبقى ايه فيها هايبرتروفي كده شويه. في دراجز كتير على فكره بتعمل ده، من اشهرهم الفينيتوين كانتي ابليبتيك، ولقوا كمان ان السايكلوسبورين بيعمل، ولقوا كمان ان النايفيديبين بيعمل، عشان كده قال لك لو هتعالج بالكالسيوم تشاين بلوكر بلاش النايفيديبين. تمام؟ اللي هو الايبيلات. وقال لك دي ما تقلقش، دي برده مع الجرعات العاليه والفترات الطويله، على فكره كل السايد افكت مع الجرعات العاليه والفترات الطويله، الجرعات العاليه في الغالب ما بنوصلهاش والفترات الطويله سنه في فوق، بس لو حصلت ما تقلقش. بيقولوا ان انا لو عملت اورال هايجين كويس واديت ازيثروميسين لمده 5 ايام بتتحسن جدا وبتبقى بتقلل جدا منها، فما تقلقش لو حصل. يبقى دي شويه ريت. طيب الدراج انتر اكشن بقى، طبعا الدراج انتر اكشن دي حته ضلمه عندنا كلنا ومأساة، الحاجات اللي رخمه جدا والصعبه جدا واللي ممكن بننساها وساعات فطبعا استحاله نحفظها، ما ينفعش اقول لك الدراج ده ابقى عارف بس ايه هو الاساس، ان انا ده بيحصل له ميتابوليزم بالبي سيتوكروم 450، وبالتالي ابقى عارف لما يجي لي الحاله. عندك بقى حل من اتنين، اما انك تكون طابع جدول، وده هنزله لكم الجدول دي برضه، ايه هي الادويه اللي بتزود الادويه اللي بتزود الاكتيفيتي بتاعت البي سيتوكروم 450 وبالتالي هتزود الميتابوليزم وبالتالي تقلل الليفل، يبقى خلي بالي ازود الجرعه بتاعتي، او العكس ايه اللي بتمنع الانزايم ده وبالتالي هتقلل الميتابوليزم وبالتالي الجرعه تبقى الليفل بتاعه في البلاد عالي فلازم اقلل الجرعه. يبقى انت الجدول طبعه او معاك على الموبايل، لما العيان يجي لك اشوفه ياخد اي ادويه من الادويه دي او لو تكتب له حاجه يبقى انا خلي بالي. ودي طريقه كويسه جدا. وفي بقى طريقه ثانيه برضو يعني شفتها بالصدفه كده، في كده هبقى انزل لكم السكرين شوت بتاعتها، حاجه اسمها ال هو الارسال بيفصل بس عشان كان في تليفون فخلاص ان شاء الله بيرجع تاني. في حاجه اسمها دراج انتر اكشن تشيكر. تمام؟ حاجه كده على الميد سكيب
هبقى انزل سكرين شوت. لو كتبت كده دراج انتر اكشن سيكر بينزل لك كده زي برنامج صغير، بس المشكله لازم تكون متصل بالنت يعني، وتروح كاتب التو دراجز او الثلاثة دراجز اللي انت هتكتبهم او ان العيان هيكتب له سايكل سبورن بياخد دراجز ايه معاه تاني. بيروح هو مطلع لك على طول، هو عنده داتا بيس بيروح مطلع لك في انتر اكشن ولا مفيش انتر اكشن، وهل هو ماينر ولا ميجر. بصراحه انا كنت ده لقيته بالصدفه، ما كنتش بستخدمه، بس بدات لا ان طالما هنكتب بقى دراجز سيستميك ودراجز كده ممكن نستخدمه، ان انا اروح كاتب سايكل سبورن مع الادويه اللي بياخدها. في مشاكل؟ لو في مشاكل يبقى انا عارف، او تبقى انت طابع الجداول دي. في حاجه اخيره بقى في السايكل سبورن في دراج انتر اكشن، النيفروتوكسيستي. هو مشكلته ان هو نيفروتوكسيك، او انه ممكن يعمل مشاكل على الكدني ويعمل سايد افكت سواء فانكشنال او ستراكشر. فضروري قوي لو العيان بياخد نيفروتوكسيك دراج، لا يبقى لا خلي بالك جدا اقلل الجرعه او اتابع بحرص قوي الكرياتينين ده في الحالات دي. لو قدر يوقف الدراج الثانيه دي اوقفها، او اتابع الكرياتينين كل اسبوع ولا حاجه. الحاله دي هتبقى حاله خاصه شويه. من اشهر النيف برضو ده المفروض تبقى عارفهم، بس من اشهرهم على الاطلاق النون استرويدال، يعني حاجه كومن جدا وبتوه عن بالنا برضو كتير، نون استرويدال انتي انفلاماتوري. الحاجه الثانيه مجموعات السيبرو، خلي بالك برضو من مجموعات السيبرو. دكتور عبير هنزل لكم السكرين شوت بتاعه على البوست بتاع السايكلوسبور اللي كنت عامله امبارح، مفيد جدا بصراحه، وانا ما كنتش اعرفه وكتير ما كانش يعرفه، هيفرق معانا قوي بصراحه. تروح كاتب بس الدراجز اللي انتوا عاملينها ثلاث بعض كده، يقول لك لو في انتر اكشن ما بين ايه، وهل هو ماينر ولا ميجر، ولا هل لازم اوقف ولا ايه. يعني ظريف جدا. كنا بنقول في النيفروتوكسيك دراج، نخلي بالنا جدا من النيفروتوكسيك دراج، اشهرهم النون استرويدال. الحاجه ثانيه برضو اللي هو السايكلوس، اسف، السيبروفلوكسيسين، من الحاجات المهمه قوي نخلي بالنا منها. وفي كمان دراجز ثانيه كتيره ممكن تعمل كده، الاسايكلوفير على سبيل المثال، يعني تخيلوا الاسايكلوفير بنخلي بالنا منه ان هو لو اتاخد مع حاجه ثانيه في توكسيك ممكن يبقى مشكله، فدي نخلي بالنا طالما انها هتستخدم فترات طويله يعني. وفي دراجز ثانيه برضو يا ريت دي برضو تبقى انت معاك الثلاث جداول دول، الحاجات اللي بتزود، الحاجات اللي بتقلل، نيفروتوكسيك دراج، او ان انا الاسهل بقى اللي هو البرنامج اللي بقول لكم عليه دون، نحط تو دراجز يطلع لنا الانتر، هل في انتر اكشن ولا. انا اقول لكم حاجه، كان في مره عيانه قصه اخيره يعني كده، كان عندها ريكالسيفرنت هاند اكزيما، يعني زي كده ادلت اونس اتوبيك ديرماتايتس، وكنا كتبنا لها سايكلوسبور كانت اتحسنت جدا، وهي عليه دلوقتي المشكله لما بتقل بيحصل اللابس، فكنا عايزين نكتب لها حاجه كمان، لان هي كانت يعني في زي هي من نوع الانكشس قوي او فيها ستريس، فعايزين حاجه تبقى معانا تقلل شويه الاتشنج ثريشولد، فكنا عايزين نكتب لها البريجابالي اللي هو البريجابه او الياركا او كده. فانا مش عارف هل في مشاكل منه ولا لا، كان عملنا على البرنامج ده كتبت عليه لا مفيش اي مشكله فيه، بدانا نكتبه احنا مطمئنين. تمام؟ فنحط بس في بالنا ان في حاجه اسمها دراج انتر اكشن، طالما انا بنتكلم من هنا ورايح على سيستمك دراج وهيستخدم فترات طويله، نخلي بالنا من النقطه دي بوتم مايند، لكن عمرك ما تحفظ. لو حفظت ما ينفعش تحفظه، مش منطقي. يا اما موضوع عندك او استخدام البرنامج. معلش طولت عليكم، يا ريت يكون في استفاده، ويا ريت انا بقى هحتاج منكم معلش كده تقولوا لي الفيدباك، طريقه الشرح، لان خلي بالكم طريقه الشرح ان انا بشرح بس يا دوبك كده من غير لا باوربوينت، من غير صور، من غير اي حاجه، فممكن الموضوع يبقى ممل شويه. انا حاولت ان انا اخدها كان العيان قدامنا وخطوه خطوه، بحس ان تبقى الامور مور انترستنج شويه. لو مش قد كده قولوا لي نحاول نعمله باوربوينت ونعرضه، بس انا هيبقى صعب في اللايف ده، هيبقى في المحاضره ممكن لو اي ميتنج لينا ولا حاجه نقدر نعملها. كان هل فكره اللايف كده بالمنظر ده كويسه ونكمل عليها بالاسلوب ده وبالطريقه دي، وهنبقى معاها طبعا كتكمله شويه جداول وشويه حاجات بحيث الموضوع يكمل على بعض. والحاجه الثانيه اللي عايزها منكم كل اللي سمع ده، يا ريت يا ريت اولا لو استفاد حاجه يدعي لنا بس دعوتين كويسين، ده اللي مطلوب. تمام؟ ده اللي احنا عايزينه يعني. الحاجه الثانيه بعد الدعاء يعني ان شاء الله، اي حد يكتبه يا ريت ما يبخلش بالفيدباك، يقول لنا والله انا كتبت في حاله زي كده والدنيا كويسه، كتبت في حاله زي كده وما حصلش منه مشاكل، يا ريت. وده انا هعمله برضه، يعني انا في كام حاله شغال معاهم بالسايكل سبورن حاليا، هقول لكم ايه الاخبار وهل الاستجابه كويسه، طب مش عارف ايه الكلام ده كله، عشان يبقى فيه استفاده متبادله. تمام؟ ان هو كلنا انا هستفيد منكم وانت هتستفيد مني، يبقى احنا نقول انا والله كتبته في حاله زي كده ولقيت النتيجه كويسه جدا، لا كتبته في حاله حصل من سايد افكت وتعاملت معاها بهذه الطريقه، وهكذا. ونشوفكم دايما على خير يا رب كده، ويا رب نشوفكم تكونوا دايما بخير، ونتقابل ان شاء الله نحاول نعملها كل اسبوع او كل اسبوعين. وقبلها برضه اقول الدراج اللي هنتكلم عليه، يا سلام بقى لو تكونوا قارين عليه حته صغيره كده، يبقى يعني ايه، يبقى استفاده 100%.
ونشوفكم على خير والسلام عليكم.